السلام عليكم. نشرة الأخبار نقدمها استثناء في هذا التوقيت بعدما عشنا وإياكم أجواء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهذه عناوين النشرة. مونديال 2030 رؤية الملكية، مشروع أمة وشغف قارة، تظاهرة الكروية تجمع ضفتي المتوسط وتربط إفريقيا بأوروبا، المغرب، إسبانيا والبرتغال، تاريخ مشترك، ملف متفرد ورسالة إلى العالم قوامها تعايش وتعاون وشراكة مثمرة. بباريس رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية ويحضر حفل استقبال أقامه الرئيس الفرنسي والسيدة بريجيت ماكرون بقصر الإليزي. وفي حفل الافتتاح بحضور مغربي احتفاء عاب. بعد الانتصار على منتخب الأرجنتين غدا أسود الأطلس يخوضون غمار مباراة أوكرانيا وعينهم على النقاط الثلاث وضمان التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس. بالدار البيضاء وكالة بيت مال القدس الشريف تحتفي بتخرج الفوج الأول من حاضنة مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة بالقدس وتطلق حزمة إجراءات جديدة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي بقطاع غزة. الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش، أجدير، هنا سيدون تاريخ جديد في سجل كرة القدم العالمية. هنا سيعيد العالم اكتشاف حضارة ضاربة في عمق التاريخ وطموح يعانق عنان السماء. مونديال 2030 رؤية ملكية، مشروع أمة وحلم قارة يتجسد على أرض الواقع بألوان مغربية، إسبانية، برتغالية. عرس متفرد بعناوين عديدة، ربط بين قارتين وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي. حدث نسلط الضوء على خصوصيته اليوم في مواكبة خاصة للذكرى 25 لعيد العرش المجيد. والتقرير يحمل توقيع محمد أمين نوري، حمزة السايح ومحمد الجابري. لا تغفل عن التفاصيل الدقيقة، فكيف يكون حال التوجهات الكبرى؟ استضافة المغرب لنهائية كأس العالم 2030 لم يكن مشروعا رأى النور بالكاد في 14 من مارس 2023 بالعاصمة الرواندية كيغالي، حيث توليت الرسالة الملكية السامية معلنة للعالم نية المغرب استضافة المونديال العالمي رفقة إسبانيا والبرتغال. المغرب راهن على حلم ورثه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من سلفه المرحوم الحسن الثاني، وهو الدفع بالمغرب إلى تنظيم كأس العالم. وبالتالي هذا أكد أولا الوثوقية، أكد أيضا المصداقية، ثم أيضا أكد الصبر ديال المغرب على أنه ماضي إلى تحقيق الحلم ديالنا. خدمنا فيه وخدم فيه باش يكون عندنا هاد كأس العالم. وكيفاه سي تان ترافاي الحمد لله اللي غادي يعطينا واحد الانطلاقة ديال العمل ديالنا، لأنه بقى عندنا 50 ولا 60، وكتعرف الوقت راه ديما تيدوز دغيا. ولكن الحمد لله حنا دابا خدامين، دابا المغرب خدام، الجامعات هي خدامه، الوزاره خدامه على المشروع، لان شي تان بروجي ومشروع، لان خصنا ملاعب، خصنا لي انستالاسيون ديال كيما قلتي ديال لي تو ديال البناء التحتي.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعين فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يعينه جلالته رئيسا للجنة كأس العالم 2030. لا مجال لإهدار الزمن، التصور الملكي واضح المعالم، يرم تحقيق مكتسبات اقتصادية تنموية سياحية وثقافية جمة، والشعار الرسمي الذي اعتمد لملف الترشح المشترك يلخص الكثير من الدلالات المترابطة بين ثقافتي ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يلا فاموس 2030، الهوية البصرية للمونديال المغربي رأت النور غدا حفل الإعلان عن الشعار الرسمي بلشبونة. First time ever. Get ready for the FIFA World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain. هنا الرياضة امتزجت بالأبعاد الإنسانية والحضارية لمونديال سيجلب للمغرب مكاسب اقتصادية سياحية لا يمكن الاستهانة بها. نتحدث عن بنيات تحتية مهمة، على سبيل المثال اليوم نتحدث على أنه الربط السككي الكلاسيكي سوف يمتد إلى 3800 كيلومتر، نتحدث كذلك عن طريق السيار الذي سوف يعني ينتقل من 1800 كيلومتر إلى 3000 كيلومتر، إضافة إلى القطار الفائق السرعة الذي سوف يعني يتحول إلى مدينة أكادير، وبذلك سوف نلاحظ بأن هناك تكملة أو يعني مساحة كيلومترية أخرى تصل إلى 1300 كيلومتر. ميزانية ضخمة خصصت لهذا الحدث، وهو تقريبا نتحدث عن 52 مليار درهم. المغرب بات يضع ضمن استراتيجياته التنموية الاقتصادية استضافة كبريات التظاهرات الرياضية هنا بالمغرب، ولعل أبرزها استضافة نهائية كأس العالم 2030 خلف الملعب الكبير لمدينة طنجة، والذي يخضع في هذه الأثناء لتحولات كبرى تغطية بالكامل وإضافة عدد كبير من المقاعد لاستيعاب أكبر عدد من المتفرجين خلال نهائية كأس إفريقيا 2025 ونهائية كأس العالم 2030. المغرب وفق الرؤية الملكية المتبصرة سيعتمد على مجموعة من المشاريع الواعدة على مستوى الملاعب الوطنية التي بدأ بعضها منذ مدة ليست باليسيرة انطلاق عمليات هدم وتوسعة وتغطية بالكامل. العدد الإجمالي للملاعب التي سيتم تأهيلها هي 6 ملاعب في كل من طنجة، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، أكادير، والملعب الجديد الحسن الثاني ببن سليمان بتكلفة تصل ل 15 مليار درهم، بالإضافة إلى مشاريع شتى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاح احتضان المملكة لكأس العالم 2030. مشاريع تهم تعزيز البنية التحتية من موانئ ومطارات وطرق بمختلف أنواعها. وينضم إلينا اللحظة معد هذا التقرير الزميل محمد أمين نوري. مساء الخير أمين. مساء الخير رضا. كالعادة أمين، تقرير شامل وموفق. شكرا لك. طيب، بدأ الحلم بفكرة كما جاء في تقريرك، ثم إرادة، ثم طموح وعمل، وها نحن اليوم نعيش على درب تحقيق هذا الحلم، أو دعني أقول هذه الحقيقة وليس الحلم. المملكة المغربية تحتضن مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. هي حقيقة وكان حلم طردناه منذ سنة 1994، وكنا قريبين خلال سنة 2010 أن نحتضن نهائيات كأس العالم هنا بالمغرب، لولا ما حدث آنذاك من أحداث غير رياضية. على أي المغرب المغرب تمكن أخيرا من تحقيق هذا الحلم الذي ستكون له مكاسب كبرى. منذ سنة 1994 لحدود يعني هذه السنة التي نعيشها كان هناك عمل كبير، وكانت هناك رؤية ملكية يعني جد حكيمة فيما يتعلق بتحقيق هذا الحلم، لأننا خلال هذه المدة بدأ المغرب يعني
يعزز بنيته التحتية، يبني عدد من الملاعب، وحينما نعم كانت هناك أوراش مفتوحة. وعندما وصلنا إلى تاريخ مارس 2023 بالعاصمة الرواندية كيغالي، آنذاك كانت توليت الرسالة الملكية السامية في أعقاب تلقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس جائزة التميز الرياضي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتم الإعلان على نية المغرب لاستضافة نهائية كأس العالم 2030. كان العمل قد بدأ، لم نعد نتحدث عن الماكيت أو عن المخططات، وإنما بدنا نتحدث عن بنية تحتية حاضرة وقوية. حتى المصطلحات التي نستعملها هي تتعلق بالتجديد، التأهيل، التطوير، على اعتبار أن البنية التحتية موجودة أصلاً. صندوق النقد الدولي يتحدث عن ميزانية أو يعني يتحدث عن ناتج خام للمغرب في أفق 2030 قد يتجاوز 200 مليار دولار. هنالك مكاسب اقتصادية كبرى على مستوى جذب الاستثمارات، على مستوى الإنعاش السياحي، وأيضا على مستوى نقل الصورة المغربية الحضارية للعالم في حيز جغرافي مهم في منطقة أورو متوسطية فيها الجانب المتعلق بالبعد المغربي العربي الإفريقي الأمازيغي، وأيضا الجانب المتعلق بالبعد الغربي الإيبيري لإسبانيا والبرتغال. وهذا ما يعطي يعني هذه النسخة التي سيستضيفها المغرب خصوصية تفرد ويعني إمكانية كبرى. حينما نتحدث أيضا على نهائية كأس العالم 2030، نحن نتحدث فقط عن محطة، لأن هنالك رؤية تنموية يعني تستهدف سنة 2035. 2030 موعد مونديال مهم سيكون له مكاسب كبيرة وسيكون له أيضا ما بعده. وسأواصل نقاشي حول هذا الموضوع مع الدكتور الحسين الباهي، مدير المعهد الملكي لتطوير ولتكوين الأطر. أهلا بك ومرحبا بك ببلاطو الأخبار المسائي. شكرا لك. أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل للقناة الأولى على الدعوة. مرحبا بك ونشكركم على الدعوة. فعلا أن كأس العالم هو بمثابة رؤية ملكية مستبصرة، ويعني كذلك حدث رياضي بامتياز، حدث رياضي بامتياز، وهو في عدة أبعاد. هناك مثلا البعد الرياضي وهو يربط بين قارتين، القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. هذا يعني الحدث الرياضي الذي سيكون مرتبطا بأبعاد متعددة ومتداخلة، مما هو في البعد الاقتصادي كذلك. البعد الاقتصادي هو سيعتبر بمثابة انطلاق لبنيات تحتية لتطويرها من أجل استقبال هذه التظاهرة العالمية. كذلك يعني المستوى السياحي، اكتشاف يعني تطوير البنيات الفندقية والبنيات المطعمية لاستقبال جميع يعني الزوار الذين سيشاركون في التظاهرة العالمية. وكذلك البعد الثقافي والبعد الاجتماعي، لأن هناك كل من يعني سيزور المغرب بمناسبة هذا الحدث العظيم سيقوم باكتشاف الهوية المغربية والثقافة المغربية، ويكون هناك تثاقف في هذا الصدد. نعم، هنالك جانب آخر دكتور. نحن نتحدث عن نهائية كأس العالم 2030، قبلها سيكون هنالك زخم رياضي إن أردنا أن نسمي يعني ستكون هنالك خمس نسخ من نهائية كأس العالم للسيدات أقل من 17 سنة. قبلهم نهائية كأس إفريقيا 2025 أيضا التي سيحتضنها للمغرب. هنالك حديث أيضا احتضان المغرب لنهائية كأس العالم للأندية مطلع سنة 2029 بنسخة جديدة. هذا الزخم الرياضي الذي سيعيشه المغرب حتى قبل استضافة نهائيات كأس العالم، ماذا يمكن أن يقدم للمنظومة الرياضية الوطنية؟ صحيح أن المغرب حاليا يعيش صحوة رياضية في جميع المجالات الرياضية وبامتياز. نعم. فهذه الصحوة الرياضية لم تكن ولدة اليوم، بل يعني كانت هناك يعني بوادرها منذ عده سنوات، وان نقول منذ الرساله الملكيه الموجهه للمدراء الوطني المناظر الوطني حول الرياضه، والتي يعني قام فيها صاحب الجلاله نصره الله بتشخيص دقيق لجميع ما يمكن تقويته للنهوض بالقطاع الرياضي الوطني. ان على 2008 فعلا بسخيرات، ان على المستوى يعني مستوى التكوين، على مستوى الرياضه القاعديه، على مستوى رياضه النخبه، على مستوى التمويل، على مستوى
مستوى التشريع على جميع المستويات. نعم. وهذا يعني التوجه والتوجيهات الملكية السامية هي التي منذ ذلك الحين هي التي أدت إلى هذه الصحوة الرياضية بموازاة الاهتمام الذي كان كبيرا فيما يخص الاستثمار في البنية التحتية وفي يعني في التكوين ديال المؤطرين ديال جميع يعني المؤطرين في المجال الرياضي الوطني. صحيح أن هذه الصحوة الرياضية يجب أن يعني أن تتواصل على مستوى التكوين خصوصا من أجل الوصول إلى الإنجازات الرياضية من المستوى العالي الذي نصبوا إليه جميعا، لأن جميع القطاعات التي يعني التي هي مرتبطة بالإنجازات الرياضية وبالفرجة لابد لها يعني أن تتطور بتطور الإنجازات الرياضية التي نطمح لها. نعم، جميعا. نعم، وهذا ما نتمناه. إذن نتمنى كل التوفيق لكل المتدخلين في إنجاح هذا المشروع المغربي الضخم احتضان نهائية كأس العالم 2030. إليك رضا. الإبداع الرياضي أمين وصل هذه المرة من باريس، باريس التي تتحدث بكل لغات العالم، باريس حيث انطلق العرس الأولمبي. أمين، العرس الأولمبي انطلق. أكيد، وكل أنظار العالم كانت متجهة صوب حفل الافتتاح الرائع الذي نظمته يعني الجهة يعني المستضيفة لهذه الأولمبياد بالعاصمة باريس. أعود إليك دكتور حسين باهي، و كما ذكرنا اليوم انطلق افتتاح أولمبياد باريس 2024، سنشارك بوفد يضم 60 رياضيا ورياضية من مختلف الأنواع الرياضية. وأود بداية يعني ما هو تعليقك عن قيمة الأسماء المشاركة في 19 نوع رياضيا، خصوصا دائما حينما يعني يقترب الموعد الأولمبي نعلم بأننا حاضرين بشكل قوي على المستوى القاري، ماذا عن حضورنا أولمبيا؟ أولا دعوني أن أمر عن يعني الحفل افتتاح الذي نظمته. نعم. فرنسا للألعاب الأولمبية 2024. هذا الحفل الافتتاح الذي كان متميزا على كل الأصعدة، فلأول مرة أن حفل الافتتاح ينظم خارج أسوار الملعب الأولمبي. أكيد. لأول مرة يعني يعرف مشاركة يعني مشاركين بعدد كبير، عدد الفنانين وعدد يعني الإمكانات المرصودة لهذا الحفل الأولمبي، وكذلك على البعد يعني فيما يخص البعد الفني لتنظيم هذا الحفل، فقد كان مميزا يعني على جميع الأصعدة وبجميع المقاييس. زيادة على أن يعني فرنسا حاولت يعني أن تظهر يعني مدى اهتمامها بالقيام الأولمبية من يعني المرجعيات الأولمبية. نعم. من روح رياضية وتعايش وسلم إلى غير ذلك. أما فيما يخص فعلا المشاركة المغربية فكان هي مشاركة مشرفة من حيث عدد التأهل وفي عدد الأصناف الرياضية. إذا رجعنا إلى الأصناف الرياضية الموجودة الآن في الألعاب الأولمبية 2024 فالعدد الأصناف يصل إلى 32 صنف رياضي، فالمغرب استطاع أن يؤهل رياضي 19 صنفا رياضي، وهذا يعني عدد إيجابي جدا مقارنة مع الأعداد الأصناف الرياضية التي أهل إلى المغرب رياضيه في منذ 2008، حيث استطاع أن يؤهل رياضي يعني 7 أصناف رياضية يعني 12 سنة 2012، 13 سنة 2016، 18 سنة 2020، 2024. إذا لاحظنا بأن المستوى الأول من التحليل نلاحظ بأن المغرب يعني يحسن من عدد المتأهلين في عدد الأصناف الرياضية الموجودة بالألعاب الأولمبية، وهذا يدل على أن المغرب يواصل سيطرته على الجانب يعني المستوى الإفريقي وعلى المستوى القاري، وهذا ما نلاحظه في جميع المظاهرات والتظاهرات التي يشارك فيها المغرب قاريا وعربيا، وهذا شيء إيجابي. لكن كذلك يجب كذلك أن يوازي هذا التطور تطورا في الحصول على الميداليات الأولمبية التي نطمح. نعم. للرياضيين أن يحصلوا على ميداليات أكثر من الدورات السابقة للألعاب الأولمبية. وأكيد سباهي سأواصل معك النقاش فيما يخص هذا الجانب. إذن حضر رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش بقصر الإليزي حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون والسيدة بريجيت ماكرون لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في إطار افتتاح الألعاب الأولمبية
بباريس. ويمثل السيد أخنوش الذي كان مرفوقا بسفيرة المغرب في باريس سميرة سيطايل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية. وشارك رئيس الحكومة اليوم الخميس الماضي في باريس في قمة الرياضة والتنمية المستدامة التي نظمت بمبادرة من رئاسة الجمهورية الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. إذن عاشت العاصمة الفرنسية باريس أجواء استثنائية على طول 6 كيلومترات بنهر السين الذي شهد عبور 85 قارب ضمن الوفود المشاركة لأزيد من 200 دولة ممثلة لما يفوق 6800 رياضي ورياضية. حفل ضم فقرات فنية بعضها عكس الموروث التاريخي والثقافي لفرنسا. قائمة بلوجي. ومن أهداف الفكر الأولمبي نجد الصداقة التي تمثل. نذكر أنه تم الاستعانة بما يقارب 2000 فنان على جنبات النار الشهيرة النقل ثم ضمانه من خلال أزيد من 100 كاميرا. وكل هذه أرقام قياسية سي حسين، هل يمكن لهذا الحفل الفريد أن يعطينا انطباع أولي أن فرنسا تريد تحقيق نجاح غير مسبوق خصوصا في ظل بعض الانتقادات التي طالت حتى قبل انطلاق الأولمبياد على المستوى التنظيمي؟ اولا فحفل الافتتاح فهو يعني عاده يقوم بها دائما تقوم بها الدول المنظمه للالعاب الاولمبيه، وهو بمثابه عرس يعني ترحيب بجميع المشاركين. هذه المره فعلا ان من حيث التنظيم ومن حيث الشكل ومن حيث عدد المشاركون فانه كان متفردا واستثنائيا. صحيح بان فرنسا من حيث طريقه التنظيم ومن حيث يعني الامكانيات المرصوده والشكل الفني للحفل فهي تريد ان تظهر للعالم بان فعلا انها متحكمه في جميع الابعاد التي يرتكز عليها هذا الحفل، وبالتالي بأنها تمتلك ما لها من كفاءة، ما لها من دقة، ما لها من معرفة، ما لها من علم، من أجل يعني احتيال الرياضة لا من حيث التنظيم ولا من حيث يعني الداد للمنافسات الرياضية. فهي تريد أن تظهر للعالم بأنها قادرة على احتلال يعني أو أن تكون من بين الدول التي ستحتل الصدارة في الألعاب الأولمبية التي تنظمها. نحن تابعنا وفود الدول المشاركة في هذه الدورة، لماذا نجد الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، بريطانيا هم الأكثر هيمنة على ميداليات الألعاب الأولمبية وهذا منذ يعني زمن ليس بقصير؟ فعلا ملاحظة يعني موضوعية وفي محلها. فإذا رجعنا لتحليل نتائج التظاهرات العالمية يعني الكبيرة بخصوص الألعاب الأولمبية لأنها تعتبر من أهم التظاهرات الرياضية العالمية لكونها تضم في مكان واحد أكبر عدد من الدول المشاركة وفي زمن واحد مع يدي مختلف التدارب الرياضية، كذلك القلب والشرايين، العضلات، الدماغ إلى غير ذلك، وكل نتائج هذه الأبحاث العلمية توضع رهن إشارات المؤطرين الرياضيين الوطنيين لهذه الدول. إذا البحث العلمي يبقى هو يعني الأساسي جدا، يقني كذلك مختلف الرياضات وأساسي جدا للوصول. نتحدث عن البحث العلمي وعن الدراسات التي تنشر في يعني أشهر المجلات العلمية، هنالك هذا الجانب المتعلق بخصوصية كل دولة على حدة. صحيح بأن البحث العلمي المتخصص فهو البحث العلمي هو الذي يستطيع أن يأتينا بإنتاجات وأفكار جديدة وبحلول لإشكاليات خاصة بكل دولة. فالتغذية مثلا على مستوى يعني البحر الأبيض المتوسط تختلف على النظام الغذائي في دول الشمال كذلك، يعني هذا الاختلاف في التغذية يجب ربطه يعني بمتطلبات البرامج التدريبية مثلا في مختلف الرياضات. فرياضة الجلد ليس لها من النظام الغذائي ما لرياضات القوة مثلا من حيث المكونات ومن حيث كذلك السعرات الحرارية. إذن يصعب بالنسبة لبعض الدول أخذ يعني دراسات جاهزة لدول أخرى من أجل الاستعانة بها من أجل تطوير رياضتها يعني عالية المستوى. صحيح أن يعني الاطلاع على الأبحاث العلمية فالأبحاث العلمية لا حدود لها على المستوى الجغرافي، فالباحث في أمريكا يعني في الشمالية يطلع في مجال تخصصي على الأبحاث المنشورة عالميا، ولكن هناك خصوصيات لكل دولة هي التي توجه يعني الأبحاث داخل تلك الدولة لكي تأتي بنتائج أبحاثهم في مجالات متخصصة في التي يعني تكون الدولة ولا كل دولة في حاجة إليها.
وأكيد أن هذه الأبحاث المتخصصة تكون لها نتائج مباشرة على الجانب المتعلق بمحصلة النتائج والميدالية الأولمبية. نعود إلى الوفد المغربي الممثل بستين رياضي ورياضية، يتقدمهم البطلان إناس القلالش محترفة. دعني أمين أنضم إلى الحوار لأسأل الدكتور باهي. نحن دعيش اليوم أمام نهضة رياضية وكما تفضلتم صحوة رياضية غير مسبوقة. مع هذه الصحوة أكيد أن الطموح في التألق، الطموح في حصد المزيد من الميداليات يكبر وأكثر فأكثر، فكيف ننظر أو ماذا ننتظر من المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024؟ يعني في المشاركة المغربية في يعني في الألعاب الأولمبية 2024 كانت نتيجة عدة إقصائيات قارية خاضتها جميع يعني الجامعات الملكية المغربية لمختلف الرياضات. وكما تعلمون بأن الإقصائيات ليست بالسهلة على المستوى القاري، ولكن المغرب بفضل يعني العمل الجاد لمختلف المؤسسات الرياضية من جامعات ومن يعني اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فقد قامت بمجهود كبير من أجل تأهيل هذا الأبطال. هذا المجهود يعني الذي ترجم أولا يعني بعدة يعني تربصات داخل المغرب وخارج المغرب لجعل جميع الحظوظ إلى جانب هذا الأبطال لتحقيق نتائج إيجابية. فيعني التنبؤ بالنتائج فيما يخص تدهورات الرياضة الرياضية من الصعب جدا لأن فيها متغيرات كثيرة، فالمتغيرات الكثيرة زيادة على التحضير والإعداد البدني والذهني، هناك كذلك يعني المتغيرات المحيطة بالتظاهرة في حد ذاتها وبالمنافسة في حد ذاتها، ما بالك بالجانب النفسي والجانب الذهني لجميع المشاركين الرياضيين. إذن الشيء الذي الموضوع الذي هو مؤكد هو أن جميع هذه المؤسسات قامت بما يجب عليها أن تقوم لتحضير هؤلاء الرياضيين والقيام بتأهيلهم في جميع الأصناف الرياضية. ويعني نتمنى من هؤلاء الرياضيين أن يكونوا في يومهم كما نقول من أجل يعني الظفر بإحدى الميداليات والصعود إلى البوديوم في هذا الحفل الرياضي العالمي الكبير. أكيد أن هذا ما نتمنى. نعود إلى الحفل الذي شد أنظار كل العالم حيث عاشت العاصمة باريس اليوم لحظات استثنائية بكل المقاييس. الوجهة كانت واحدة هي ضفاف نهر الصين، ومحظوظ من وجد لنفسه موطئ قدم على ضفتيه لمتابعة حفل جمع العالم رغم الاختلاف في الأعراق والأجناس. خالد أزدون، حسن سيلا، وجهاد الليبري. الدراجة ملاذك الوحيد للحركة في شوارع باريس. العاصمة الفرنسية تتحدث لغة البيئة وتبعث برسالة للعالم عبر الأولمبياد بضرورة حمايتها عبر مواصلات نظيفة. هكذا كانت وسيلة التنقل في اتجاه مكان إقامة حفل افتتاح الأولمبياد عبر نهر السين. حتى إشارة المرور رضخت وغيرت من علاماتها. هذا القرار دفع كل السياح لاقتناء الدراجة مما رفع من عدد مستعمليها. لأقربكم من الفكرة أكثر وكيف أصبحت العاصمة الفرنسية باريس صديقة للبيئة، وأقربكم من أهمية استعمال الدراجة الهوائية خصوصا في العاصمة الفرنسية. هذا تاريخ اليوم، عدد مستعملي الدراجات في باريس لحد الساعة لحد اللحظة 2,073,856. سوف تلاحظون بأن العدد يزداد لحظة بعد أخرى. عدد مستعملي الدراجات في هذا المكان بالضبط 4,409، وسوف ترون بأن الأعداد لحظة بعد أخرى تزداد. هكذا استعدت باريس، وهكذا باريس هي صديقة للبيئة. أعدت العاصمة الفرنسية لهذا الأمر منذ سنة 2016، فأصبحت هذه الوسيلة ثقافة شائعة بين الفرنسيين وزوار باريس. كلما اقتربنا لنهر السين تقطعت السبل وأقفلت الشوارع، فكان المشي على الأقدام شعارا وحد كل الدول والجنسيات. العلم المغربي وكالعادة حضر بقوة على أكتاف مغاربة ساروا مع المشاة مساهمين في إذكاء روح التعايش بين كل ساكنة المعمورة رغم اختلاف مشاربها، ومستمتعين بلحظات الأولمبياد التي لا ولن تنسى أبدا. كيفاش عايشين هذا الجو هذا؟ جو واعر في باريس. جينا هنا باش نشجعوا الإخوان ديال المغرب، نتمنوا أنهم يديروا بريستاسيون زوينة. تفرجنا الماتش البارح ديال المغرب ضد الأرجنتين 2-1. جيسبر إن شاء الله كيفرون أحسن حاجة وإن شاء الله يديروا أون تخي بيل بريستاسيون في هذا الأولمبيك. العالم كله مجموع هنا، باريس خاوية، سيكوريتي ماكسيمال.
اي صافي بليزير دات لا وبرافو على التلفزه المغربيه حتى هي جات هنايا وحاضره بقوه. مشهد يلخص كل شيء. كل الممرات ادت لمداخل نهر السين، تدفقت من خلالها الالاف من الراغبين في متابعه الحفل. نحن على مقربة من واحدة من البوابات المؤدية إلى ضفاف نهر السن، هذا هو المشهد كما تتابعونه، آلاف من السياح والزوار يودون متابعة هذا الحفل، حفل الافتتاح البهيج. الساعة ما زلنا على بعد تقريبا ساعتين أو ساعتين ونصف من انطلاق الحفل. المشهد كما ترونه هكذا، الكل يؤكد على الحضور ومتابعة هذا الحفل الذي يعتبر تاريخيا بكل المقاييس. جاءوا من كل أنحاء العالم للبحث عن منفذ لحفل الافتتاح، لا يهم الانتظار أكثر ما يهم لمح مياه السين كعلامة على متابعة حفل افتتاح الأولمبياد رغما عن كل الظروف التي قد تعيق هذا الأمر. أنا من مدينة تولوز، عندي الابن بنتي كتخدم هنا في باريس في لاميري دو باري. Et donc il a eu des billets pour assister à cette l'ouverture de la cérémonie du jeu 2024. Et on est très content d'être là. Voilà, on attend notre tour pour y assister. الأجواء جيدة خاصة رفقة العائلة. نحن متشوقون لرؤية كيف ستسير الأمور في الداخل. نحن متحمسون لرؤية ما سيحدث. لقد استمتعنا بهذه الأجواء الرائعة خاصة رؤية الوفود والفرق. أعتقد أن الأمر سيكون رائعا. إنها أجواء استثنائية ونحن سعداء جدا بالمشاركة في هذا الحدث. متحف اللوفر صرح لهؤلاء بالدخول وساحة كاروسيل كانت محطة للاستراحة قبل أولى النظارات على مياه السين، إذانا بحظ كبير للتواجد بالمكان. احنا راه صافي دو مو دابا باش ريزيرفينا لوبيي باش نجيو اليوم نحضروا لي جوز اولمبيك، حيت كما كتعرفوا راه سي تان تري 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 غران ايفينمون اللي تقدر تحضر ليه مره واحده في حياتك. طيب انا راه كنت في المغرب ورجعت انا ولد لي جيو باش نحضر ليهم، دونك ان شاء الله كل شيء غادي يدوز مزيان ونشوفوا هاد السيريموني اللي غتكون مزيانه، ونتمناو حتى لي زاتليت ماروكان انهم يشرفونا اليوم ان شاء الله. و فريمون حتى اول خطره كيدار برا ستاد، دونك فريمون سي ديفيرون، وان شاء الله نتمنوا كما قال يكون خير ان شاء الله بالنسبه للاتليت ديالنا. السين جاهز لانطلاق حفل الافتتاح. رغم اختلاف الاعلام والجنسيات فالهدف كان واحدا، أن نجتمع هنا. وصلنا أخيرا لواحدة من النقاط التي تم تخصيص مكان للجمهور من أجل متابعة حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين. نحن على جسر كاروسيل، نهر السين جاهز من أجل انطلاق حفل الافتتاح. سوف نكون بعين على الوفد المغربي. يزداد الحماس، يزداد الترقب، ويزداد معه الرغبة في اكتشاف أسرار هذا الحفل، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024. إذا نبقى هناك بباريس لنربط الاتصال المباشر بمبعوث قناة الأولى خالد أزدون. خالد مساء الخير. بداية، عدد الجماهير التي كانت حاضرة هناك بجنبات نهر السين أزيد من 320 ألف متفرج، وما يقارب 220 ألف حضروا بتذاكر مجانية. كيف كانت في نظرك رمزية التواجد بالقرب من هذا الحدث الكبير وانطباعات المتابعين هناك؟ مساء الخير أمين. فعلا بأن رمزية التواجد بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية جعل هذه الحشود الكبيرة من الجماهير تتوجه لضفتي نهر السين، على اعتبار بأن لأول مرة في تاريخ الأولمبياد يقام حفل الافتتاح على الهواء الطلق بمآثر تاريخية على ضفاف نهر معروف على المستوى الأوروبي. تفضل خالد. نعم، قلت أمين أن اليوم ما عشناه كان استثنائيا بكل المقاييس، على اعتبار بأن تخيل معي بأن مدينة باريس منذ صباح اليوم كانت تعرف اتجاه واحد، هذا الاتجاه في اتجاه نهر السين، وكأن الاتجاهات الأخرى كلها ألغيت. المدينة كلها كانت تقصد المكان الذي عشنا من خلاله حفل الافتتاح.
إذن خالد، أجواء تبدو صاخبة لديك، هذه أول يعني تجربة لك وأول حضور لك، أنا أريدك يعني أن تتحدث لنا عن انطباعاتك الشخصية في هذا اليوم الماطر، وهذا اليوم الذي شهد أيضا حفل افتتاح برمزية وباستثناء كبير هناك بالعاصمة باريس. فعلا أمين، على المستوى الشخصي فحضور حفل الافتتاح بالنسبة للألعاب الأولمبية هو حلم كل صحفي. أظن أن هناك مشكلة على مستوى الصوت، يتردد بقوة على مسامعي. إن كنت تسمعوني أمين فقلت بأن حفل الافتتاح على المستوى الشخصي فهو بالنسبة لكل الصحفيين فهو حلم يتحقق بالنسبة لل يعني بكل من يرغب في حضور الافتتاح. بالنسبة للصحفيين فهو حلم منذ بداية المشوار الصحفي، اليوم تأتى لنا ذلك عبر هذا الافتتاح الاستثنائي بالسين، ولحظات عشناها تمازجت أو اختلطت بلحظات فرح بالنسبة للجمهور. أيضا عشنا هذا التمازج الثقافي وأيضا الحضاري بين مختلف مكونات الحاضرين هنا، عشنا مجموعة من الجنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، من الهند، من باكستان، من المغرب، من كل القارات الخمس، وبالتالي فهذا التعايش صراحة يفرح ويثلج الصدر. بالعودة لحفل الافتتاح وبالعودة لما قاله أو صرح به المؤرخ الفرنسي دومينيك بوشخون، قال بأن حفل الافتتاح هذا هو دعوة لكل العالم من أجل التعرف على الثقافة الفرنسية، بأن فرنسا تفتح ذراعها للعالم بأكمله. هذا التنوع الثقافي يظهر أيضا أمين في كتابة أو تأليف هذا حفل الافتتاح، هذا الذي تناوب على كتابة أو تعاون على كتابة مجموعة من الكتاب أو أربعة كتاب بالضبط، من بينهم المغربية ليلى يعني لم أتذكر ليلى سليماني بالضبط، الكاتبة المغربية التي ألفت هذا جزءا كبيرا من هذا من حفل الافتتاح. التنوع الثقافي يظهر أيضا أو التنوع يظهر أيضا في هذا حمل الشعلة بين مختلف الرياضيين من مختلف الأجناس على اختلاف جنسياتهم وأيضا انتماءاتهم. أمين خالد أزدون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، أتمنى لك أن ترافق مختلف الرياضيين المغاربة هنالك وأن يعودوا أعناقهم تعود مطوقة بالذهب والفضة والنحاس. عودة إليك دكتور حسين، بداية حينما كنا نتابع الوفد المغربي الحاضر هناك من خلال الرياضيين المغاربة، تابعنا خلال أول ظهور لأول رياضة مغربية تشارك هناك وهي رياضة كرة القدم، المنتخب الوطني المغربي يتمكن من تحقيق فوز مهم أمام منتخب من قيمة المنتخب الأرجنتيني 2-1. أعتقد أن البداية جد موفقة. فعلا أن البداية كانت جد موفقة، ولكن يجب يعني الإشارة إلى أن المدرسة الأرجنتينية في كرة القدم هي مدرسة عتيدة جدا، أكيد. عبر التاريخ وعبر النتائج وعبر كؤوس العالم التي حصلت عليها، ليس بالسهل هزم هذه المدرسة يعني في مجال كرة القدم. ولكن يعني المقابلة التي جمعت المنتخب المغربي والمنتخب الأرجنتيني هي مؤشر له دلالاته، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى العمل الجاد الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لا من حيث التكوين، لا من حيث التأطير، لا من حيث مواكبة الأندية، ولا من حيث كذلك مؤخرا الاهتمام بالبحث العلمي في المجال الرياضي. هذا من جهة. إذا كان يعني المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي فهو يعني يرتكز على جميع هذه يعني المرتكزات التي تهتم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يعني النتائج فعلا أن هذا من جهة، ثم الملاحظة الأخرى التي أود الحديث عنها هو أن النتائج النهائية لأي مقابلة لا ترتكز حصريا على الجانب الرياضي والتقني، بل هناك مجالات أهم ومحددة كذلك ومساهمة في أو مشاركة في تحديد النتائج النهائية. وهنا يعني على سبيل المثال أن دور الحكم
كان يعني مهما جدا فيما يخص يعني فيما يخص المباراة. فإن كان الحكم متحيزا لفريقنا ولفريق آخر فإن البعد الرياضي المحض يبقى أقل ظهورا إن كان هناك حكما عادلا في يعني في التحكم في دواليب المباراة. هذا من جهة، وهذا ما يدعو إلى أن المنتخبات الوطنية يجب أن تكون يعني مهتمة بهذه النقطة بالذات، وأن تكون ممثلة أكثر في الهيئات الرياضية القارية والدولية حتى تكون يعني حريصة على السهر على السير العادي للتنظيم يعني خارج أرضية المنافسات. هذا عنصر مهم، والتحكيم والجور التحكيمي أيضا هو يدخل ضمن اللعبة. إلى ذلك نبقى نعم دائما مع كرة القدم. أنهت عناصر المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم تحضيراتها القبلية لمباراة يوم غد أمام النظير الأوكراني، مباراة جد هامة المغاربة تجاه البحث عن تأهل مبكر إلى مرحلة ربع النهائي، والأوكرانيين لتفادي المغادرة من الباب الضيق. ورقة في الموضوع مع الزميل محمد تويجر. بذات الروح والعزيمة التي قادتها إلى الإطاحة بالأرجنتين المتوجة بالذهب مرتين، تضرب عناصر المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم من جديد موعداً بسانتيتيان غدا السبت مع جمهور الأنصار من أجل مواصلة رحلة الإمتاع والمؤانسة حين ملاقتها النظير الأوكراني في ثاني جولة المجموعة الثانية. فوز الاستهلال التاريخي الأربعاء الماضي أمام الأرجنتين بثنائية سفيان رحيمي محفز معنوي جد هام لكتيبة المدرب طارق السكيتوي قصد البحث عن فوز ثاني يؤهلها مبكرا إلى ربع نهائي أولمبياد باريس. نعزمي إن شاء الله باش أننا نفوزوا بالمقابلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. المقابلة ما تكون سهلة، تكون محتاجة بزاف ديال التركيز، تكون محتاجة بزاف ديال الديسيبلين تكتيك، تكون محتاجة بزاف ديال القلب وديال الروح، وتكون محتاجة كذلك بزاف ديال الصبر. فإن شاء الله الرحمن الرحيم ربي يوفقنا فيها باش أننا إن شاء الله نفرحوا الشعب المغربي إن شاء الله الرحمن الرحيم قاطبة، وندوزوا المقابلة الموالية اللي جاية من بعد إن شاء الله حتى هي نيغوسيوها بطريقة جيدة إن شاء الله، من أجل أننا نفتحوا الباب لما هو أبعد إن شاء الله الرحمن الرحيم. مباراة غد بقيادة الحكم إكتور مارتينيز من الهندوراس تجعل الأسود وجها لوجه مع منتخب أوكراني مس في كبريائه نتيجة تعثره أمام النظير العراقي بهدفين لواحد، ويدرك جيدا أن هزيمة ثانية تقوض حظوظه إلى أبعد حد في التأهيل معجلة بعودته مبكرا إلى الديار. سبق للطرفين المغرب والأوكراني أن التقيا في مارس الفائت وديا بأنطاليا التركية، وكان الفوز حينها حليف أوكرانيا ثالث التصفيات الأوروبية بهدف اللاعب شيريتيك. ومن ثم فإن لقاء هذا السبت بمثابة كتاب مفتوح بحكم أن كل واحد أخذ فكرة عن نقاط قوة وضعف الآخر. قوة المنتخب الأوكراني الذي يخوض تجربته الأولمبية الأولى تكمن في إجادته التمريرات العرضية نحو منطقة الجزاء والتسديد القوي من بعيد. من أبرز نجوم دانيلو سيكان مهاجم شاختار دونيسك ذي الأربع توقيعات في التصفيات، ومصدر ضعفه تتاقل دفاعه بخاصة حين الاختراقات الجانبية. طارق سكيتوي انكب خلال آخر حصة تدريبية اليوم على وضع آخر اللمسات على الخيار التكتيكي المعتمد في مواجهة غد، والأكيد أن الجميع مستحضر لشبح الاستبعاد الذي يتهدد ستة من خيرة العناصر الوطنية جراء تلقيها بطاقات صفراء أمام أوكرانيا، مما يستلزم كثير حيطة وحذر ضمانا لتعزيز الصفوف الثلاثاء القادم أمام النظير العراقي. وغدا تتابعون هذه المباراة مباشرة على الأولى في بث فضائي بدءا من الساعة الرابعة بعد زوال مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الأوكراني. أعود إليك سي حسين باهي، ربما لكي نختم هذا النقاش الشيق، لديك دراسة حول معامل الفعالية منذ سنة 1960 إلى حدود سنة 2020. لن أسألك عن نتائج هذه الدراسة، ولكن سأسألك عن انعكاس أو انعكاسات نتائج هذه الدراسة على المنظومة الرياضية الوطنية وفق منظورك الخاص. شكرا على هذا السؤال. فعلا أن هذه الدراسة هي التي أخذت بعين الاعتبار يعني المشاركات يعني المغربية في جميع دورات الألعاب الأولمبية منذ 1960 إلى 2020،
وقد ركزت على العلاقة الترابطية ما بين عدد المشاركين وعدد الميداليات المحصل عليها. وهذه معادلة الفعالية، يعني أننا إذا افترضنا أننا سنشارك بأربع رياضيين فإننا سنشارك من أجل الحصول على أربع ميداليات، وبالتالي إن كانت هناك يعني معامل الفعالية أكبر، إن حصلنا على أربع ميداليات ما نطمح إليه فإننا نحصل على أعلى معامل يعني الفعالية 100% مثلا. فأعلى معامل الفعالية التي حصل على المغرب منذ 1960 إلى 2020 ويتراوح ما بين 0 و12% التي حققها سنة 1988 حيث حصل على 3 ميداليات، هي التي جعلت معامل الفعالية للمشاركة المغربية أعلى في تاريخ المشاركة المغربية. وهذا يدفعنا إلى التساؤل على كيفية أو حول يعني المرتكزات والمعايير أو يعني التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل النهوض وتجويد القطاع الرياضي الوطني. فإذا الوضعية الرياضية الآن للمجال الرياضي الوطني الآن، فإن إذا أردنا أن نمحصه بشكل أدق فإننا سنرجع إلى التشخيص الذي قامت به الرسالة الملكية السامية الموجهة للصغيرات سنة 2008، وقد قامت يعني بتشخيص جميع الجميع يعني المرتكزات التي يجب تنميتها من أجل النهوض بالقطاع الرياضي الوطني. وهذه المرتكزات يعني هي عبارة عن الجانب التشريعي، الجانب يعني الاهتمام بالرياضة الكم، بالرياضة الكيف، بالتكوين المستمر، بالتكوين والتكوين المستمر، ثم التمويل، ثم كذلك يعني البحث العلمي المتخصص. فإن كان هناك اهتمام بهذه العناصر كلها فإننا سنحصل على يعني المستوى أكبر وتطور أكبر فيما يخص النتائج الرياضية قاريا ودوليا، وهذا ما نصب إليه جميعا. أكيد أن هذا ما نتمنى جميعا. دكتور حسين باهي، أنت مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. شكرا لكم. إذن نرضى بهذا النقاش الشيق مع الدكتور حسين باهي، أنهي هذه الفقرة المتعلقة بأولمبياد باريس. نعم، بدوري أمين أشكرك وشكر موصول لكم دكتور حسين باهي مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر على كل هذه الإضاءات. احتضنت مدينة الدار البيضاء حفلة تخرج الفوج الأول من حاضنة مشاريع الشباب الفلسطيني في مجالات التجديد والابتكار، وبالمناسبة تم الإعلان عن حزمة الدعم الخاص بجامعة الأزهر بغزة. كوثر أبو تير، فتح أومغار، ومحمد شكير. لم يكن يدور في خالد رشا أن مشروعها الناشئ سيقودها يوما للتتويج بمنحة برنامج حاضنة مشاريع الشباب في مجال التجديد والابتكار. البرنامج الذي تدعمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمطر على رشا ورفاقها القادمين من القدس سبلا للدعم والتدريب لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. احنا اجينا في شهر ايار الماضي بخمس مشاريع فلسطينية من القدس كمان، طبعا اختلفت مضامينها وعناوينها ما بين الاعلامية للصحية وايضا الحفاظ على الثروة الحيوانية، واحنا لقينا كل الدعم والتشجيع من وكالة بيت مال القدس، وفرت لنا فرص تدريبية ومتابعة كمان لمقاولاتنا الناشئة. قدرنا نتقدم بهذه المشاريع واللي نالت تقدير واعجاب لجنة فلسطينية كانت موجودة وايضا مغربية. انطلقنا بهذه الرحلة، مثلناها في جايتكس بمراكش كانت قبل شهرين، والوكالة لم تقصر أبدا في دعم هذه المشاريع على المستوى اللوجستي ولا على المستوى حتى العملي، بأنه احنا أخذنا دورات لتعزيز هذه المشاريع وتطبيقها. البرنامج امتد لخمسة أشهر واستهدف جيلا جديدا من رواد الأعمال المقدسيين، 160 ساعة من التدريب المكثف عن بعد وجلسات مع المستثمرين ومنح مالية لتطوير المشاريع كانت كافية لتتويج خمسة مشاريع بمنحة تمكنهم من الاستمرار في المرافعة عن مشاريعهم سواء في السوق المحلية أو العالمية. نسلم اليوم منح التخرج للدفعة الأولى من حاضنة مشاريع الشباب الموجهة لمجالات التجديد والابتكار، وقد واكبنا هؤلاء الشباب لمدة 5 شهور وشاركوا معنا
في جايتكس أفريكا في مراكش، ثم تابعنا هذا الموضوع إلى غاية التخرج، وسنعلن إن شاء الله عن الفوج الثاني من حاضنة مشاريع الشباب للمرحلة المقبلة التي تستمر 5 شهور أخرى. ومن القدس إلى غزة، أمال جديد تساهم وكالة بيت مال القدس الشريف في إحيائه بالقطاع. حزمة من الدعم موجهة إلى جامعة الأزهر بغزة ستمكن طلبة الجامعة من استكمال دراستهم عن بعد، ناهيك عن تسديد الرسوم الجامعية المستحقة على خريجي الجامعة التابعين لكلية الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية. المملكة المغربية مشكورة، ومن خلال منح جلالة الملك الذي دائما ما يقوم في جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف كما تعودنا عليه، وكذلك الشعب المغربي الأصيل، فبمنحة كريمة من وكالة بيت مال القدس تم تجهيز سيرفرات لوضع النسخ الاحتياطية لمعلومات الطلبة والجامعة، إضافة إلى تجهيز منصة للتعليم الإلكتروني. بيد حانية وقلب نابض بالمحبة يمد جلالة الملك محمد السادس نصره الله جسور العون عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، جهود تعكس قيم الأمل والعطاء وتغرس في أرض الأقصى بذور الخير والكرامة. بعد 3 سنوات من الكد والعمل المتواصل في سلك الإجازة الأساسية وسنتين في سلك الماستر، احتفى المعهد العالي للإعلام والاتصال بتخرج فوج 2023-2024، والتفاصيل نتابعها مع كوثر أبو تير ومحمد أمين عموري. بطلب العلم أحاطوا شغفهم، اليوم يستكملون مسيرتهم الأكاديمية بالتتويج بشواهد تفتح لهم الأفق نحو مستوى دراسي أعلى أو نحو سوق الشغل. 90 خريجة وخريجا بسلك الإجازة الأساسية والماستر، جيل جديد من الإعلاميين وخبراء التواصل على أهبة الاستعداد لمشاركة وإغناء ما تلقوه من تكوين. 3 سنوات ديال الجد والمثابره والتحديات الصعب اللي واجهناهم في المسيره ديالنا، انا فرحانه اليوم بالتواجد ديالي هنا وبالانتماء ديالي للمعهد. ان شاء الله سنطمح مازال نكمل في هذا الدومين ان شاء الله اللي اختاريته. جد فخور بحضوري اليوم لحفل التتويج ومنح الجوائز والتتويجات للطلبه ديال المعهد العالي للاعلام والاتصال، وبالنسبة لي فهاد السنتين اللي قضيتها في هاد الماستر هذا كانت جد إيجابية وتعلمت فيها بزاف ديال الحوايج. جد فخورة بحضوري اليوم لحفل التخرج ونكون واحدة من خريجين المعهد العالي للإعلام والاتصال. صراحة 5 سنوات في المعهد كانت كافية بالنسبة لي باش نتعرف على سوق الشغل. ساجي أنك تكون صحفي، وكنشكر المعهد على مجهودات ديالهم. بغلاف مالي يتجاوز 12 مليون درهم يسعى المعهد العالي للإعلام والاتصال إلى تنزيل إصلاح بداغوجي ابتداء من الموسم الجامعي المقبل. مسلك جديد يهم التكوين باللغة الإنجليزية ينضاف إلى التكوين باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى 3 مسالك جديدة للماستر ومسلك للدكتوراه. أولى خطوات هذا الإصلاح اتفاقية جمعت المعهد العالي للإعلام والاتصال بوكالة المغرب بالعربي للأنباء. عقد شراكة استراتيجية مع وكالة المغرب العربي للأنباء. وكالة المغرب العربي للأنباء تمثل بالنسبة لنا مدرسة مهنية عريقة، وكذلك حضن حرفي ومهني من شأنه أن يرفع من إمكانيات العمل الإعلامي الرصين. طريق أكاديمي جديد اختاره المعهد العالي للإعلام والاتصال يروم التعمق في الثقافة الرقمية وتعزيز الاهتمام بالهوية والثقافة الأمازيغية والحسانية واعتماد التناوب اللغوي. تكوين شامل سيساهم في مواكبة التحديث الذي يعرفه المشهد الإعلامي العالمي. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري محور محادثات مغربية إيفوارية جرت اليوم في الرباط، وخلالها تأكيد على أهمية تنويع المبادلات التجارية والدور الحاسم للاستثمارات المغربية في التنمية الاقتصادية الإيفوارية. فردوس لحرش سعيد جاسي وحنان الشمراح.
سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وكوت ديفوار محور محادثات أجراها وزير الصناعة والتجارة مع الوزير الإيفواري للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين المقيمين بالخارج. خلال هذا اللقاء أكد الطرفان على أهمية تنويع المبادلات التجارية وكذا على الدور الحاسم للاستثمارات المغربية في التنمية الاقتصادية الإيفوارية. لقد تداولنا سبل التعاون المشترك بين المغرب والكوت ديفوار كما اقترحنا خطة للعمل المستقبلي بين بلدينا، خاصة وأن المغرب يقدم فرص استثمارية مهمة. اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة على الصداقة والأخوة بين البلدين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الإفريقية. توجه إلى تبادلات أكثر توازن، وهذا التوازن ما يمكن له يحصل غير عن طريق أيضا الاستثمار، وبالأخص الاستثمار المغربي للاستفادة من مقومات الاقتصادية لكوت ديفوار اللي عندها عدد ديال المواد اللي يمكننا نتمنوها وعدد ديال المواد اللي كنحتاجوها في سلسلة الإنتاج ديال بلادنا. واتفقنا باش نتوجه لتتمين 3 أو 4 المواد أساسية. خلال هذا اللقاء ركز الطرفان على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وعلى سبل تحسين هذه العلاقات بشكل تدريجي ومتوازن، ودور المبادلات التجارية في تعزيز العلاقات التاريخية والودية بين البلدين. إلى جهة الشرق، حيث مؤسسات صحية للقرب ترى النور في إطار دينامية متواصلة عبر ربوع الوطن لتطوير العرض الصحي ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الاستشفائية والطبية. حفيد الهواري ورشيد العتابي. في خطوة تاريخية تجسد الالتزام الملكي الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين، أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية سلسلة من المشاريع الصحية. هنايا اليوم مع السيد العامل مشكور على المجهودات اللي كيقوم بها، انطلاقات ديال الورش ديال مشروع بناء مستشفى بطاقة إيوائية 165 سرير، طاقة يعني مستشفى من أحدث المستشفيات غتنفع به السكينة ديال تاوريرت، وهي في حقيقة تستاهل كل خير. هذا كله داخل في إطار ديال التأهيل ديال قطاع الصحة في الإصلاح ديال هذا الورش الملكي اللي جا به صاحب جلالة الله ينصرو. وتضمنت هذه المشاريع افتتاح 3 مستشفيات للقرب في كل من تلسين، تفيقي وبلدية أحفير، بالإضافة إلى مركز لتصفية الدم في تاوريرت. ومشكورة المديرية العامة للأمن الوطني لأنك تعاونت معنا باش نستعملوا البطاقة الإلكترونية الوطنية اللي هي غادي تحمل يعني الملف الطبي، وكذلك غتمتعنا باش نثبتوا الهوية ديال المستفيدين. هذا راه قفزة نوعية على المستوى ديال البلاد ديالنا الحمد لله. هذه المبادرات النوعية تشكل محطة بارزة في مسار إصلاح القطاع الصحي الوطني، ونجاح هذه المشاريع يبعث برسالة أمل وثقة إلى المواطنين بتحسين ظروفهم الصحية التي تعتبر من أولويات الحكومة. وأعطيت انطلاقة أشغال تأهيل الطريق الوطني الرابطة بين إقليمي الحوز وتارودانت، وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الأقاليم المتضررة جراء الزلزال. عبد الحي نصر والمعتصم بالله البؤساوي. مشروع طرقي هام سيعزز البنية التحتية الطرقية الرابطة بين إقليم الحوز وتارودانت، ويندرج في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الأقاليم المنكوبة بالزلزال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية. هذه الطريق ستمكن من تحسين انسيابية السير وتقليص المدة الزمنية للعبور بين الإقليمين الحوز وتارودانت. المقطع عنده واحد أهمية قصوى، أولا لأنها تدخل في إطار معلوم إعادة البناء اللي طلب جهة الملك ديال هذه الطرق، ولكن دخلنا في واحد منطق ديال توسيعة هذه الطرق اللي غتدوز من 4 الأمتار إلى 7 الأمتار ونص. هذا غيجعل أنه غنربحوا أولا في الوقت، غنربحوا ساعة في الوقت ما بين مراكش وتارودانت. ومن أجل مزيد من الفعالية في مواجهة الكوارث الطبيعية، تم تجهيز المصالح المعنية بالوسائل اللوجستيكية اللازمة عبر اقتناء العديد من الآليات ومعدات الأشغال العمومية.
التدخل السريع إذا كانت هنالك فيضانات، إذا كانت عاصفة رعدية فالواحد يمكن يدخل باش إذا تقطع الطريق نحلوها. التدخل السريع من تتكون كذلك ثلوج باش إزاحة الثلوج باش يمكننا نفتحوا الطرقان بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وكذلك باش يمكننا نحلوا بعض الإشكاليات اللي يمكن تطرح في إطار شراكة مع الجماعات المحلية. تأهيل الطرق وتوسعتها وتجهيز المصالح المعنية بالوسائل اللوجستية اللازمة من أجل التدخلات الاستعجالية من بين أهداف البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الأقاليم المنكوبة بالزلزال. برنامج تبقى أبرز أهدافه كذلك الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بإقليمي الحوز وترودنت. إلى إقليم بركان، حيث مشاريع تنموية بعضها يهم الفلاحة التضامنية وتهيئة المسالك الطرقية وفك العزلة، وأخرى تستهدف تهيئة نقط الماء. في المتابعة كوثر أبو تير ورشيد العتابي. تنفيذا للمخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر، برامج تهم الفلاحة التضامنية وأخرى تروم تهيئة المسالك القروية ونقط الماء وفك العزلة عن الضيعات الفلاحية تم إطلاقها بمناسبة عيد العرش المجيد. كل هذه المشاريع مدعمة بالتتبع، مدعمة بالتكوين، مدعمة بالتأطير ديال الفلاحين وديال المهنيين وديال المنتجين، وطبعا مشاريع اللي كتخلق واحد الدينامية اقتصادية، لأن كاين شركات، كاين يعني تعاونيات خدماتية اللي غادي تخلق في إطار المشروع. كاين واحد 6 تعاونيات خدماتية اللي غادي تعطي لهم الإمكانيات باش تقوم وتصر على النجاح ديال 1000 أكثر من المغروسات، وكذلك فيه المواكبة ديال الشباب ديال المنطقة من أجل أنهم يكونوا قادرين على تسيير هذه المشاريع. المشروع استفاد منه ما يزيد عن 700 فلاح، ويشمل غرس 1000 هكتار من الأشجار المثمرة، وتوزيع 600 خلية نحل، واقتناء وتوزيع رؤوس الأغنام والماعز. كما يشمل المشروع تهيئة المسالك وحفر نقط ماء. هذا البرنامج اللي يهم المسالك القروية اللي عندها واحد الأهمية كبيرة بالنسبة للسكينة. البرنامج ابتدأ منذ سنة 2020 ويمتد إلى سنة 2026. إلى حدود الساعة تم إنجاز 324 كيلومتر بتكلفة تفوق 153 مليون ديال الدرهم. بالنسبة للساكنة فك العزلة، لأن الطرقان ما كانش عندنا، وهذا وعد كان عندنا من عند السيد وزير الفلاحة ورجاء باش يدشنهم فك العزلة لا في الطرقان لا في كل حاجة. احنا بالنسبة لها الطرق راه بشرى لنا بمناسبة فك العزلة على الاخر الدواوير المجاورة والفلاحة، انما الطريق مقطوعة كانت دايرة بزاف، ولكن دابا الحمد لله الطرق راهم يتحلوا والمشاريع راه يتنجزوا. البرنامج يهدف إلى خفض مصاريف الكسابة وتحسين مستوى معيشة الفلاحين من خلال تحسين الإنتاجية وتعبئة موارد مائية إضافية. ومشاريع مائية عديدة تم إطلاقها بجهة قليم ودنول لمواجهة التحديات التي يطرحها تراجع الموارد المائية. التفاصيل ضمن ريبورتاج حافظ بحضار وجمال خصاصي. 8 سدود صغرى وثلية يجري إنجازها بأقاليم جهة تقليم موادرون وأخرى قيد الإصلاح والتأهيل لمواجهة تداعيات الوضعية الهيدرولوجية للمملكة المترتبة عن توالي سنوات الجفاف. مشاريع أطلقها مجلس جهة تقليم موادرون في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027. مشاريع مائية واعدة تتقدم أشغالها بوثيرة متسارعة. تمت هناك توقيع على اتفاقية شراكة ما بين مجلس جهة تقليم موادنون، وزارة التجهيز والماء، وكذلك المديرية العامة للجماعات الترابية، واللي سوف يمكننا إن شاء الله من إنجاز 10 سدود بالجهة. تم إعطاء الانطلاقة لسد السيفون درب بإقليم سيدي إفني، واللي سوف يمكن أولا من حماية إقليم سيدي إفني من الفيضانات، وكذلك من تغذية الفرشة المائية. نسبة تخزين أو قدرة تخزين سوف تفوق 14 مليون متر مكعب إن شاء الله.
كانت هناك أيضا تتبع لمشروع برنامج أو سد تيروراست بإقليم أسا، واللي احتوى أيضا من السدود المتوسطة الكبرى بالجهة والتي يعتمد عليها كثيرا بإقليم أسا، إضافة إلى سدود أخرى بإقليم أسا وسدود كذلك بإقليم قليميم وبإقليم طنطن. إنجاز هذه المشاريع المائية التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للتعاطي مع الظرفية الاستثنائية الصعبة الناجمة عن شح الأمطار يروم دعم وتنويع مصادر التزود بالماء الصالح للشرب، حيث حرصت جهة قليميم ودرون على تعبئة اعتمادات مالية مهمة لإنجاز هذه المنشآت المائية زادت على 800 مليون درهم. برنامج الوطني للتزويد بالماء جاء فيه واحد العدد من العناصر. المحور الأول هو سدود التلية وتقوية سدود التلية من أجل الحماية من الفيضانات، وهذا هو الأهمية ديالو اليوم. المحور الثاني هو تقوية شبكة الربط ما بين الدواوير والجماعات، وحتى هو موضوع شراكة وموضوع أيضا تدشينات في هذه الأيام على مستوى جهة قليميم ودنون. والمحور الثالث هو محطات تحليه المياه اللي هي موضوع دراسات لازالت قائمة إلى اليوم، وموضوع أيضا اتفاقية شراكة ما بين الجهة وما بين وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز والماء. مشاريع مائية مهمة إذن يتم تدشينها والوقوف على تقدم أشغالها بمناسبة حلول الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، سيكون لها الأثر البالغ في مواكبة الطلب على مصادر المياه وضمان الأمن المائي والحد من آثار وتداعيات التغيرات المناخية. برباط نظم حزب الحركة الشعبية لقاء بمناسبة عيد العرش المجيد شعاره ربع قرن من العطاء والنماء والتميز. رشيد كن ومحمد الناصري. البرنامج الاحتفالي لحزب الحركة الشعبية بمناسبة عيد العرش المجيد يدشن بهذه المائدة المستديرة التي وقف خلالها المشاركون على المسار التنموي الشامل الذي عرفه المغرب وما زال يسير عليه في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك من أجل تحقيق معادلات الدولة الاجتماعية والتنمية المجالية وصيانة كرامة الوطن والمواطن معا وطنيا جهويا ودوليا. بلادنا كتعرف واحد الطفرة تحظى باحترام كبير لدى دول العالم، ايضا الانتصارات الدبلوماسيه اللي تحققت ايضا فرضت هذه الصوره وفرضت هذا الامر الواقع اللي كيفرض احترام المملكه المغربيه اللي فعلا وفيه الثوابت ديالها وفيه الالتزامات ديالها، وهذا دائما طبعا كيدخل في هذا الرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو. هي مناسبه سنستحضر فيها مع ثله من الاساتذه الجامعيين والخبراء إنجازات جلالة الملك نصره الله في عدد من المجالات، ولكن أيضا الأسئلة المرتبطة بمحورية مؤسسة إمارة المؤمنين والملكية وأيضا الدلالات الكبرى للبيعة كعقد يربط بين الملك والشعب. المائدة المستديرة وقفت أيضا على أسئلة الهوية والتعدد والانفتاح الذي يعيشه المغرب وما يتطلع له المغاربة من آمال كبيرة وفق مقاربة تشاركية ينعشها المفهوم الجديد للسلطة والممارسة الديمقراطية وتحديد الصحراء المغربية كأولوية وطنية. في الشأن الحزبي دائما ندوة صحفية نظمها اليوم في الرباط حزب العدالة والتنمية حول موضوع مشروع قانون المسطرة المدنية، والتفاصيل نتابعها ضمن هذا التصريح. نكمشيو للمادة 17 واللي هي عنوان ديال هذا الخرق السافر بأنه يعني يعني الحكم كيف ما بغى يكون ابتدائي استنافي قضى جميع المراحل قضى عدد من السنوات يقدر يقضى عقود، كيمكن أنه يتفتح مرة أخرى بفعل هذه المادة 17، وهذا أخطر ما في هذا المشروع، فضلا على أنه كيميز بين المواطنين وبين الدولة، بحيث أن المواطن الدولة ما عندكش الحق يعني الطعن يوقف التنفيذ لصالح الدولة في حين لا يوقف لصالح فضلا على الحز على الممتلكات ديال ما يمكنش تحز على الممتلكات ديال الدولة في حين يمكنك تحز على الممتلكات ديال المواطنين كاملين، ثم أنه فيه تمييز بين المواطنين اللي يعني بدرجه التقاضي يعني عدد من القضايا اللي هي اقل من 30000 درهم ما يمكن يبت فيها ابتدائيا ونهائيا في المحكمه الابتدائيه، في حين يعني يمكن لا دير لا استئناف لا نقد. اللحظة نعود إلى أقوى لحظات حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، احتفاء بألوان الفن والرياضة والتاريخ. إلى التذكير بالعناوين.
مونديال 2030 رؤية ملكية مشروع أمة وشغف قارة تظاهرة كروية تجمع ضفتي المتوسط وتربط إفريقيا بأوروبا المغرب إسبانيا والبرتغال تاريخ مشترك ملف متفرد ورسالة إلى العالم قوامها تعايش وتعاون وشراكة مثمرة. بباريس رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية ويحضر حفل استقبال أقامه الرئيس الفرنسي والسيدة بريجيت ماكرون بقصر الإليزي وفي حفل الافتتاح بحضور مغربي احتفاء عابر للقارات بألوان الفن والرياضة. بعد الانتصار على منتخب الأرجنتين غدا أسود الأطلس يخوضون غمار مباراة أوكرانيا وعينهم على النقاط الثلاث وضمان التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس. وبدار البيضاء وكالة بيت مال القدس الشريف تحتفي بتخرج الفوج الأول من حاضنة مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة بالقدس وتطلق حزمة إجراءات جديدة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي بقطاع غزة. في أمان الله.